أنا عمر طارق، عندي 28 سنة، بشتغل كول سنتر بقالي 6 سنين. قررت أخد أجازة طويلة. أستاذ عفيفي، أنا كنت عايز أقول لحضرتك على حاجة. أنت راجل لطف، وفي حاجة تانية كنت عايز أقولها لك. أنت راجل ابن كلب. وليه راجل؟ أنت ابن كلب بس. في الأول كنت مبسوط بالقعدة في البيت، أنام براحتي، أصحى براحتي، والأهم من ده كله أني بكمل روايتي. بس مع الوقت الراحة دي اتحولت لكابوس من الملل، وخصوصا اني عايش لوحدي. حتى الرواية وقفت، ما بقيتش عارف اكتب ايه. قررت اغير الروتين، قررت ابيع اللابتوب والموبايل. قررت انزل وسط الناس واقابلهم. واكمل روايتي. لا طبعا ما ينفعش، لأن الزوجة هي الوحيدة اللي ليها حق التصرف في الانتفاع في الحالة دي. عارف ليه؟ أقول لك أنا ليه؟ لأن هي الوصية عليهم. عارف يا أستاذ يعني هي الوصية عليهم؟ يعني هي اللي ليها حق الوصاية. ما قلتليش عايز كام في اللابتوب ده؟ سماح أبو اليزيد، ظهرت البنفسج على الفيسبوك بين قوسين المجد للحرية. كلمتك من يومين. أنا جبت لحضرتك اللي أنت عايزه. هو أنا عايز إيه؟ مش حضرتك أستاذ أشرف؟ أشرف؟ نيجرو. مين اللي نيجرو؟ أنا نيجرو. أنا آسف. بس حلو المكان اللي أنت جبني فيه ده والله. إيه تشربوا إيه؟ هات لي قهوة مظبوطة. يا ريت ترابتشينو. عاوز أقول لك على سر، بس ما تقولوش لحد. أنا اسمي أحمد. لك سر تفضحني، ما تقولوش تاني عشان ما يسمعوش. فاهمك، بس طول مرعبني من ساعة ما رجعت من اسكندرية. الناس بقت تقرر ان حرية البنت مش في اللبس. هي عامة انا معاك، بس البنت برضه لازم تختار هي هتلبس ايه. مش فاهم، هبسطها لك. ما ينفعش مثلا تجبرني البس طويل عشان ما لبستوش ابقى ليلة الادب أو مش محترمة؟ أنا كنت محضر حاجة كده، أتمنى إن هي تعجبك، هسمعها لك. هي أجنبي. هلو. ومرة راجع من الشغل تعبان يا أستاذ، عشان ألاحق عليها مصاريف هي وعيالها، ألاقيها مولعة لي الشمع اللي في البيت كله وطافية النور. كنت عايز اعمل له جوارمنس المعفن. يا وليه انا شارع الشمع دوت عشان لما النور يقطع، مش عشان تولعلي فيه كله. حرام عليك يا قدري. كل ما يجي مشتري كنت باجل البيع عشان اقابل ناس اكتر.
كان عندي كتكوت صغير كده اسمه زكريا، كنت بحبه قوي. هو صاحبي الوحيد. في يوم من الايام كنت في الحمام، سمعت باب الشقة بيخبط، خرجت بسرعة اشوف مين. زكريا كان بيتفسح في الصالة، وانا بجري مش واخد بالي، دست عليه فعصته. انا بقولني خلينا في المفيد، انا جايب لك حاجة زي ما بيقولوا عنب. عنب وجوافة. انا بسمع صوت بس وانت شكلك مش فاكرني. من سنتين افتكر. قانون الاحوال الشخصية واضح في الحالة دي، بيقول ايه؟ ان المحكمة ليها الحق ان تستدعي من ترى منه فائدة لسماع اقواله. كل تحقيق تقريه فان تخلف عن الحدود من الدرس المحدد او امتنع عن الاداء يبقى عذرا مقبول. مجتمع ذكوري متعفن. لو ان الرجاله اجمعت ان البنت لازم تبقى ماشيه بالشكل ده او اللبس المعين ده، يبقى لازم البنت تمشي بالشكل ده عشان ما تتاذيش، وما يبقاش انا ليا اي حريه في اني اختار اللي انا عايزه البسه ويناسبني مش يناسبه هو. انا بكره الرجاله. اقول له على الزلزال يا راجل يا مهزق؟ لما يا سوسو. طب والنبي لا اقول له. تلمي بلاش فضايح، عايزه ايه؟ كنت نايمه يا استاذ في امانش الله الساعه 2 بالليل، صحيت على صوت البيه عمال يقول زلزال زلزال، قمت هجري عشان اشوف فيه ايه. اتار الراجل الناقص حط السماعات على ودني وقعد قصاد الكمبيوتر وعمال بيتفرج على صافينار. انا مش فاهمه تفرق ايه صافينار دي عني يا انسى. امال انا ايه يا راجل؟ انسى النمره يا روح قلبي. تخيل مطلع ابنه من قضيه مخدرات والواد متلبس مستخسر في ابنه زياده في الاتعاب 100,000 جنيه. لما كنت شغال كان المدير بتاعي رخم قوي، بس كنت بستحمله. في يوم دخل عليا فجأة وقال لي ممكن الموبايل بتاعك؟ انا قلت عادي، يمكن يكون عاوز يعمل مكالمه ولا حاجه. فديت له الموبايل، خده خرج. بعدها بربع ساعه لقيته بعت لي سكرتيره تديني الموبايل وبقيت حسابي، تقول لي استاذ محمود بيقول لك احنا مستغنيين عن خدماتك. فجأة كده من غير سبب؟ انا اكتشفت انه ما كانش بيعمل مكالمه من الموبايل، كان بيرن على موبايله علشان كان ضايع. ودي جاي ايه؟ بس انا كنت مسجل رقمه على موبايلي محمود النجم. From the other side. ملاك صعب الانتهاء. ملاك. طول عمري بقول على نفسي ملاك. بس اللي يقدر بقى. بالك؟ انا رفضت عرسان بالهبل. استغربش. عارف ليه؟ عشان انا بحب الحب. احكي له لما قفشتك في حمام الرجاله افضحك. اتلمي علاء. مره يا استاذ كنت عازمها في مطعم نظيف. قال ايه؟ انضفها. ده كان محل كشري في وسط البلد يا معفن. ما تغيريش الموضوع يا سوسو. بعد ما خلصنا اكل قامت تدخل الحمام، قال ايه؟ تغسل ايديها المقشفه اللي بتاكل وبتمسح في هدومها في البيت. قمت انا ادفع الحساب وادخل الحمام بعدها الاقيها في وشي. بتعمل ايه في حمام الرجاله يا استاذ؟ مش عارف. يوه، ما قلت لك اني ما كنتش اعرف ان هو حمام الرجاله. ما عرفتش غير وانا واقفه عند الحوض لقيت راجل داخل عليا وهو بيضحك وبيقول لي ده مش حوض على فكره يا مدام. حتى لما حاولت انتحر واخلص من دنيتي ومن حياتي السوداء طلعت على كوبري وخدت معايا حبل، ربطت الحبل بسور الكوبري الطرف التاني في بس. كويس ان انت تراجعت عن الفكره، لان الانتحار ده حرام. مش عن الفكره، انا فعلا هتوب. انت ازاي عايش كده؟ بس الحبل كان اطول من كوبري، هو الكوبري هو اللي قصر تقريبا. وقعت على الاسفلت واتكسرت. انت 6 شهور ممكن. القانون هنا واضح. القانون هنا بيقول ايه؟ ان لكل شخص حق الاطلاع على السجلات او الدفاتر، ممكن ياخد صور او شهادات منها كمان. ما تجيبش كلام من عندي يا جماعه.
يعني كده اللي هاخد الخلاط؟ مش فاهمة. طب وعليا الطلاق ما حد ياخد الخلاط غيري، هو والمروحة اللي في أوضة النوم كمان. يلا عشان تبقي ترتاحي يا سوسن. شوفي يا مدام، لو أنت عايزة الشقة كلها أنا تحت أمرك. جذاب لدرجة العذاب. طول عمري بقول برضو إن الراجل لازم يكون فيه حاجة يجذبني. على فكرة أنا بحب الرجالة اللي بيلبسوا الشرابات بيضا. لسه مش فاكر برضو؟ من سنتين اسكندرية لما خبطت في كتفي على كورنيش سبورتنج. لسه مش فاكر برضه؟ مش فاكر؟ خلاص بقى يا سوسن استهدي بالله، الراجل بيحبه. لا يا استاذ فهمها. طب عليا الطلاق بحبه، امال انا عايز اشتري لك الموبايل ده بجد؟ بس معلش هو مستعمل، ان شاء الله هجيب لك احسن منه. ده هيبقى احلى هديه في عمري يا قلبي من جوه. تعرف انا بحب الشتاء قوي. عندك مثلا المزيكا ملهاش طعم غير في الشتاء، تنزل كده الساعه 6 الصبح على انغام العود والكمانجا، وبالليل تسمع فيروز على ضي القمر، ريحه القهوه في الشتاء. هو انت مرتبط؟ انا جايب لك اصطفه. انما حاجه ايه؟ جميله قوي. يعني ايه اصطفه؟ اصطفه الكيف، الدماغ، الحشيش يعني. حشيش؟ انت جايب بقى الحشيش؟ انا كنت جايب لك ايه يعني يا بيه؟ بس انت شكلك ابن ناس، انت ليه بتعمل كده؟ عشان نتوه يا باشا، عشان لو فوقنا هنفهم، ولو فهمنا هنتعب قوي. لقيت نفسي تايه وسط كل ده، حتى الروايه ما عرفتش اكملها. ايه ده؟ أنا ما حبيتش قبل كده. صباح الخير. صباح الخير. صباح النور. مع حضرتك سارة مصطفى، صحفية في جريدة الحياة. كنا بس بنعمل استطلاع رأي بسيط عن دور الشباب في تغيير المجتمع. حضرتك تحب تشارك معانا؟ اتفضلي. شكرا. اسم حضرتك؟ عمر طارق. بتدرس يا استاذ عمر؟ انا خلصت اعلام القاهره. انا كمان اعلام القاهره على فكره. حقيقي؟ انت دفعه كام؟ 2012. على فكره الدفعه شاطره جدا. كل اللي فيها اصحابي على فكره. اوعى تقول ان انت كمان بتشتغل صحفي. لا للاسف انا بشتغل كده. نعم. كنت بقول تشربوا ايه؟ هات لي تمرني بيه يا فندم. عصير برتقال. وانا يا ابني يا اخينا. كنت بتقولي انك كاتب، بتكتب ايه بقى؟ كنت بكتب روايه كده اول ما اتخرجت، وبعدين حصل ظروف ما قدرتش اكملها. ليه كده؟ والله حصل حاجات كده، والدي توفى وبعديها والدتي اتجوزت. فضلنا نتكلم ونتكلم وما حسيناش بيه، وعرفت ليه روايتي ما خلصتش، عشان كان ناقصها الفصل الاخير. عمر. ايه ده؟ ده اكيد طبق وفي زيتونه وشوكه. بيعمل ايه بقى في الثلاجه الطبق ابو زيتونه وشوكه ده؟ يا عمر هو انا مش قلت لك 100 مره ما تسيبليش الاطباق فاضيه كده في الثلاجه؟ اتفضل بقى فضلتك دير بيها انت، عشان خلاص تعبت. في حاجه بقى تانيه عظيمه. ايه ده؟ اكيد ازازه. ما انا فاهمه انها ازازه. بتهبب ايه في الثلاجه يا عمر؟
يا عمر هيحصل لك ايه لو شلتها زي اي بني ادم طبيعي ومالتها؟ مش ممكن والله، انت يا حد مسلطك عليا يا غاوي تتعبني بقى وتقرفني بجد، حرام عليك. كل مره تقعد تعمل كده وتقول لنا اسم وما بتعملش حاجه. طب عشان خاطر لا يا ايه ده؟ انت جبت الفنجان ده منين؟ عمر انت فتحت النيش تاني برضو من ورايا؟ ليه يا عمر؟ هو انا بغسلكش الكوبايات ولا ايه؟ انت ما تحسسنيش ان انا معفنه، انا طول النهار عماله الم وراك من غسيل وتنظيف وطبيخ عشان تلاقي حاجه تدفعها. طب دلوقتي انا ماما جايه اقدم لها القهوه في ايه انا؟ مش ممكن يا عمر، هتقول لي اجيب لك غيرها يعني؟ انت عارف الطقم دلوقتي الصيني المتعب بقى بكام؟ صريف قوي حضرتك مش كده؟ ما تنسيش عمر وتقعد تضحك. انت مفيش فايده فيك والله، انت راجل اصلا عيل. Here's a little song I wrote. You might want to sing it note for note. Don't worry, be happy. In every life we have some trouble, but when you worry you make it double. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Ain't got no place to lay your head. Somebody came and took your bed. Don't worry, be happy. The landlord say your rent is late. He may have to litigate. Don't worry, be happy. Look at me, I'm happy.